كيف واجهت العتبة العباسية المقدسة وباء كورونا؟ بعد التفشي السريع للفيروس في شتى بقاع العالم لا سيما العراق، أطلقت العتبة العباسية المقدسة حملة لحماية المجتمع من وباء كورونا. جاءت هذه الحملة الإنسانية امتثالاً لأوامر المرجعية الدينية العليا، حيث شملت عدة أمور منها زيادة الطاقة الإنتاجية لمعقمات شركة خير الجود وتوفيرها في الأسواق المحلية وبأسعار مدعومة، تعفير مركز مدينة كربلاء المقدسة وأحيائها، عمل حملات توعوية ميدانية ونشر بوسترات تثقيفية في شوارع المدينة للوقاية من الفيروس، القيام بحملة التكافل الاجتماعي عبر توفير سلات غذائية للعوائل المتعففة في عموم البلاد، إنشاء ردهة إنعاش للمصابين بالفيروس في مدينة الإمام الحسين عليه السلام الطبية بواقع 60 غرفة منفردة وفي مدة قياسية، إنشاء ردهة إنعاش للمصابين بالفيروس في مستشفى الهندية العام بواقع 35 غرفة منفردة، صناعة الكمامات والبدلات الواقية وتوزيعها بشكل مجاني، تصنيع الأقنعة الواقية للوجه من فيروس كورونا وتوفيرها للجهات المعنية، صناعة منظومات التعفير وتوزيعها على المراكز والمستشفيات في محافظة كربلاء المقدسة، توزيع وجبات طعام على حائط الصد الأول والقوات المرابطة لتنفيذ حظر التجوال، دعم فريق حياة الطبي المختص بالتعامل مع مرحلة ما بعد الإصابة بفيروس كورونا، القيام بحملات التعفير في عدد من المدن والمحافظات، عمل عيادات إلكترونية صحية ونفسية وتقديمها للمواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي كالبرامج المقدمة من جامعتي العميد والكفيل، إضافة إلى مركز الثقافة الأسرية، القيام ببرامج وأنشطة توعوية وتثقيفية كالتي طرحتهما مكتبة العتبة العباسية المقدسة على منصات التواصل الاجتماعي، الاستمرار بالتواصل الدراسي بجانبي الحوزوي والأكاديمي بعمل محاضرات ودروس إلكترونية للطلبة في المدارس والجامعات، ويستمر العطاء.